طول عمرنا بنتفرج على افلام باتمان وسوبر مان سبايدر مان وعندك ايرون مان. الافلام دي كلها كنا بنفكر ان هي من نفس الشركه، لكن المفاجاه ان هما من شركتين والشركتين دول بينافسوا بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا بلال نصر ودي قناه من هنا وهناك، اهلا بكم. النهارده ان شاء الله هجاوبكم عن سؤال مهم جدا عن الابطال الخارقين السوبر هيرو. اكيد بتشوف افلام عن الابطال الخارقين، سوبر مان، سبايدر مان، انتي مان، ايرون مان، ثور. ايه العلاقه اللي بينهم بعض، وايه الاختلاف، وايه التنافس اللي بينهم بعض؟ هجاوبك عن السؤال ده، ركز معايا. مبدئيا الابطال الخارقين دول كلهم بينتموا لعالمين او شركتين بالشركه واحده، وبينافسوا بعض منافسه رهيبه. الشركه الاولانيه اسمها دي سي، الشركه الثانيه اسمها مارفل. دي لها ابطالها وشخصياتها ودي لها ابطالها وشخصياتها، لكن الاثنين بيتفقوا ان هما اشهر شركتين في انتاج الكوميكس. يعني ايه كوميكس؟ الكوميكس اللي هي القصص المصوره زي ميكي وبطوط كده. القصص المصوره دي كانت موجوده في امريكا ومنتشره ولا زالت موجوده حتى الان. شركه دي سي اتاسست سنه 1934 في امريكا، اما مارفل فتاسست بعدها سنه 1939. الشركتين دول بينافسوا بعض منافسه كبيره جدا ولهم شخصيات كتيرة. نبدأ مع شركة دي سي وإيه أبطالها الخارقين. زي ما قلت لك إن عالم دي سي تأسس سنة 1934، اتخصصت في الكوميكس أو القصص المصورة. لها بقى شخصيات بقى وعالم كبير جدا، وعلى رأس الشخصيات ديت باتمان. باتمان بقى وعالم باتمان ومدينة جوثام والشخصية المحبوبة المساعدة له روبن، والشخصية الشريرة الرئيسية فيه وهو الجوكر. شخصية قوية جدا ومن قوة الشخصية اتعملت في فيلمين، والفيلمين خدهم اوسكار احسن ممثل، هيث ليدجر وخواكين فينيكس. عندك برضو شخصية تانية محبوبة جدا في عالم دي سي وهو سوبرمان، والممثل الراحل كريستوفر ريف اللي عمل شخصية سوبرمان وجات الاصابة شلل، وقصة كبيرة جدا مع سوبرمان، ولا زالت الشخصية دي لها قوتها وافلامها المحبوبة. عندك برضو من شخصيات دي سي اكوامان او الرجل الماء، وطبعا اتعمل فيلم واتعمل قصة كاملة له، ويعني من الشخصيات برضو اللي فعلا لا مؤثرة في شركة دي سي. واندر وومن برضو اتعملت فيلم مستقل لها، شخصية محبوبة جدا في عالم دي سي. شخصية فلاش واللي اتعملت مسلسل قبل كده وهتتعمل شخصيات كتيرة اللي هو رجل البرق، حاجة برضو محبوبة في عالم دي سي. غير بقى مسلسلات الكرتون اللي بتعمل الأطفال زي أبطال التايتنز. أبطال التايتنز بقى عندك ستار فاير وسايبورغ وبيست بوي وروبن، يعني شخصيات فيها كتيرة زي ريفن، شخصيات محبوبة للأطفال، وفعلا كعالم كرتون برضو أبطال التايتنز محبوبة. وجات شركة دي سي برضو وراحت جمعت كل الأبطال دول في رابطة سميتها رابطة العدالة اللي هي جاستس ليج، وعملت لهم فيلم مستقل، وفي أفلام كتيرة قادمة لدي سي. اي نعم دي سي بتعاني في الافلام في الفتره الاخيره، لكن تبقى ان هي شركه قويه لها شخصياتها المحبوبه، ويعني من الصعب ان شركه دي سي تقع. نروح بقى للشركه المنافسه الثانيه اللي هي شركه مارفل وعالم مارفل بعد ما اما مارفل فتأسست سنه 1939، بالرغم ان هي تعتبر حديثه عن دي سي، لكن لها نجاحات كبيره وشخصيات حققت نجاح كاسح. على رأسهم طبعا عندك ايرون مان الرجل الحديدي، سبايدر مان الرجل العنكبوت، عندك كابتن امريكا وكابتن مارفل، عندك بلاك ويدوم اللي هو الارمله السوداء، عندك انتي مان، في عندك ثور ولوكي، هالك الرجل الاخضر. يعني شركه مارفل لها نجاح كبير جدا، ويمكن لها السبب ان هي تجمع الشخصيات دي في سلسله الافنجرز او المنتقمون. برضو عندك ان شركه مارفل لها عالم تاني كمان خاص بيها اللي هو الاكس مين او المتحولون، وولفرين وديدبول، ده عالم تاني لوحده كده خاص بيها. عالم تالت كمان اللي هو فانتاستيك فور او الاربع شخصيات العجيبه لها قدرات خارقه، برضو ده عالم تاني خالص. ويعني يمكن مؤلفين زي ستان لي له الفضل في نجاح شركه مارفل، وكان بيظهر في كل الافلام بشخصيته. شركه مارفل نجاحها وسبقها بالرغم ان هي بدات الافلام متاخر، يعني بدات اول فيلم لها اللي هو ايرون مان سنه 2008، يعني دي سي بدات باتمان وسوبر مان في فتره الستينات والسبعينات والثمانينات، لكن يبقى ان مارفل بدخولها عالم السينما نجحت نجاح كبير. ويمكن الكفه الحاليه رخ على عالم مارفل عن عالم دي سي، لكن الاثنين لهم محبين وعشاق ولهم اعمالهم الناجحه
اللي فعلا لها علامه في السينما. ومن قوه الشركتين حاليا ان هم بينتجوا افلام خاصه بيهم بس، يعني عاملين شركات انتاج لافلامهم. يعني عندك دي سي بعد ما كانت وانا بروس هي اللي تتجه لها افلام، اتعمل فرع خاص لافلام دي سي. برضه شركه مارفل بعد ما كان بينتج لها كولومبيا وسوني، بدات تعمل شركه انتاج خاصه بيها لوحدها. الاثنين ناجحين لهم رواقهم، التشابه كبير بينهم في الشخصيات والاختلاف كبير، لكن يبقى الاثنين بينافسوا بعض، ولحد الان الاثنين ناجحين. لا وكمان لهم خطط مستقبليه وبيعلنوا الافلام اللي هتظهر فيما بعد قبل ما تظهر، ولهم خطه انتاج ثابته. يمكن دي سي يعني في ترنم في الفتره الحاليه، اما مارفل فثابته. برضه الاثنين اقوياء ولهم اعمال نجحت قبل كده ولهم اعمال هتنجح في المستقبل. اتمنى الحلقه دي تكون عجبتكم وعرفت الفرق بين عالم دي سي بشخصياته وعالم مارفل بشخصياته. ان شاء الله في حلقات قادمه جديده باذن الله. كان معكم بلال نصر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.